إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ما هي أسباب الإمساك. بصفة عامة يوجد سببين أساسيين للإمساك، سبب عضوي وهو نادر، وسبب وظيفي وطبعا وهو شائع. في هذا الدرس راح نتكلم عن الأسباب العضوية، طبعا ضيق أو انسداد في القولون أو الأنبوبة الموجودة في الأمعاء بسبب أورام حميدة أو خبيثة، أيضا ضيق في الأمعاء أو ورم في القولون، أيضا اعتلال في الشرج أو المستقيم يسبب ألم عند التبرز، وأيضا أمراض البواسير ممكن تسبب أمراض الإمساك، وأيضا تشققات شرجية، شرخ في مكان بالختام أو منطقة موجودة في الأمعاء تسبب أي نوع من أنواع القرحات مثلا، ممكن يعني تسبب الإمساك. أيضا أمراض الخراج ممكن تسبب الإمساك، سقوط أو يعني بعض مثلا سقوط الشخص في من على البطن ممكن يسبب إمساك، أيضا فتق الشرج ممكن يسبب إمساك، التهابات المستقيم ممكن تسبب إمساك، أيضا أي نوع من أنواع التشنجات القولينية يعني موجودة في القولون تسبب إمساكات كثيرة، وعادة يعني تكون منعكسة بسبب علة عضوية موجودة داخل المنطقة داخل الأعضاء، وبالذات يعني الأمعاء الدقيقة. أيضا ممكن أي التهابات موجودة في الزائدة الدودية تسبب إمساك، وأيضا أي خلل في المرارة الموجودة في المعدة موجودة في عفوا موجودة في الكبد تسبب ألم فظيع جدا لما تؤدي إلى إمساك. هذه أهم الأسباب العضوية الموجودة عندنا. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.